أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: ويختص ذلك لمن يعلم. لبحث جمع مصحح دين حوتم من بش لبانز بشي اسم أفرمي أم جمع بم توصيف وصفه كبوي بحس كدن كرفع بواو جر نسب بياء خاص من يعلم، يعني أم جمع مذكرة وكل درس رابلوشا خوين من جمع ككدبه بو مذكر حقيقي بيت واتل معنا وناوروك حقيقة أو اسما كبم واونون بم يا اونونا جمع دبيت ودبي مذكر واقعي بيت وأراد كوي لزور شوين دا هندي كلمة جمع دكرينا وبم اسما عفو هندي كلمة جمع دكرينا وانا بم نوع جمعيا بريكي زوريا يعني وكشازن لوانا ك لواقع دا رفيا بواوا جر نسبيا بيا وبو جمعا أولوا إشرونة تسعونية الليونية أهلونية بنونية سنونية أرضونية. رأي ابن مالك رحمه الله لسر أمانة كل أمانة شاذ، كل أمانة شاذ لواقع ده. ورأي كبه هندجار اسمك أبينين جمع بم واونوني وبم ياونوني، يعني بجمع مصححة بجمع سالمة لعين حال شا مذكر حقيقية. وكل قرآن ده لسورة يوسف ده أخوي جورك بحث يوسف نبيك عليه الصلاة والسلام كخوكي بوباوكي دجارتوا قال: إن يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم أوايا ساجدين للي أصلها هوايا جاء أمس رأيتهم لي ساجدين، ساجدين إلى حالة منصوبة شنك رأى رأي بصرية رأي علم علمينية رأي بصرية رأي علم عرفانية بقول رأي بصريتك مفعولية. رأيتهم لي ساجدين كديت من ينظ أستيرا مانغ روش كمن أوانم دي حاليا وابو سجدان دبر بومن ساجدين لواقلة تماشا دكي بيانجري أويك جمع لعين حال دا معناي جمع كدا قرتو بو أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لحالك أمانة هيتشيان مذكري حقيقينين لجواب أوي علماء دفرمون لبر أوي أو كواكبا لقل شمس وقمر دا متصفا بسجودا واتو وصفي كيان بو ذكر كلا وكوصفك وصف أقلا وصف آدمية هر بنا بوا هاتون لو جايقا داناون حكمي زوي العقول يان بو كردون واتا لجايقاي زوي العقول دانا بو چونك وصفك أمان هيانا وصفي زوي العقول وقتك اسمك با أوصافك بو ذكرك كأوصافك زوي العقول بو لتواني أو كاتب جمعيك بو زوي العقول وكو جمعي مصحح به جمع كيتوا وهو بحثما لشرح الشذور ده لأوائل الشذور ده كابن هشام أو آت بحثك كقالت أتينا طائعين تقولي لودا أو بحثما كدو أجا كسك اشتري لبي مراجع أبي بكاتو. أقول: يختص جمع المذكر السالم، يختص جمع المذكر السالم بذوي العلم لأنه أشرف الجموع لصحة بناء الواحد فيه. شارح دفرمي جمع مذكر سالم ربطي هي بذوي العلم بوشون كلابر أو ذوي العلم أشرف جموع لناو جمع كان لها الهموان برسترو ركوبيكترا بو لصحة بناء الواحد فيه چونك الصيغي مفردك تيدا بصحيحي دميني تواني لسر صيغي مفردك ودينين جمعك دلوز دكين ببي اوي كمترين قورانكاري وتغييرات لصيغي مفردك داتيا دلوز دكين.
بله، و دواتر و ذو العلم اشرف من غيره، و امجا اواني كخاون علما دي برستر لغيري اوانك علميا نيا كوكو انسان بن. بس فاختص الاشرف بالاشرف، بريز ببريز اختصاصي بوا، يعني اوشتك بريز اختصاصي بوا ببريز وا دقيقا مطلبك زور جوانا وواقعا جوايا. واعلم ان اللفظ الذي يراد ان يجمع جمع المذكر السالم اما ان يكون اسما او صفه. افرمي باش او بزانا او لفظا ك الى ديلي دكيت قصتي او هي لو لفظا دا ك جمعك بوكو جمع مذكر سالم بو بهندريو بجمع مذكر سالم جمع بكده توا ذاتا او جمع يا او اسميه او لفظا يا اسميه صفه. جاء اگر اسم بو هندك مواصفاتي خوي هي، و اگر صفتي جبو هندك مواصفاتي خوي هي. هندك لوشتانان مشترك بلا هندك انتيا ليك جيان لو انك هموشي نفر من ليردا و ايما دبي اشتكت هذا التكميل كين وتوايكن يكن. فان كان اسما اگر او لفظي ك إرادي أو ذكر أبو أو لفظة وقصتي أو هي أبو أو لفظة جمع سالم بكده تواني بس أجل اسم بو فشرته أن يكون مذكرا علما عالما سيشتي ذكر كده يكيان دبيت مذكر به نق لفظكي بلكو لمعنى دا مذكر به دو ودبي علم جبيت سي عالما ودبي ذوي العلم بيت. شرطي چوارمي ماوا كأويش أويا كتصريحي بينا كردوا أويش أويا دبي أو كلمة كب جمع مذكري سالم جمع ذكرتوا دقيقا دبيت تيبيا ونبال آخر أي أجا تيبيا وبو لخزمتنا عرس كم بمنو على الجمع جمع ناكرتوا إتلا وقت دبي بجمع بألف وبتيتيا جمع ذكرتوا ليرا كندا اوی که پیویسته که بیالم لخزمتان دا توضیح حکی وکو زید و عمر استه زید و عمر هم مذکرن هم علمن هم عقلن هم تیت انیسیشان پیوانیا چاوله بلا اگر علمتی تیانا وکو رجل چاوله یا اگر زید عقل نبو وکو مثلا واشق کناوی کلب سگاکا یا اگر مذکر نبو وکو هند یا اگر خالی نبو لتی تانیس وكو طلحة يتبم جمع جمعنا كلنا هوني بلانكو فيا كان لو على ما ندا كأخري كان تي وكو طلحة وحمزة ألان دروس تكواب بجمعي بواو بنون بيت بلان لواقع اشتوال عربة ونبي سراوة كلميك وكو طلحة كعرب هاتبن جمعي كربيتا هوني قطعا جمعي تيان كدو جمعي بألف باتيان بو كدو جمعي بواو بنونيان بو انجام نداوة بلا. أبدا هندي تشكش بو أوكا اسمك كاسمك جمع بكلا توانب أو جمعية دلنا دبي مركب جنبه بلان لواقع دا مشتكي زوزر قويني أو قصة وشون كمركب زي معناك للواقع دا وطبيعية وهنديك شرائط إشي هي ك لا شرحي شذور دا أمن تعليقي كا محمد محي الدين عبد الحميد لبحث جمع مصححة هنا يتي تعليق كم ذكر كده كم راجع به بكده تمام يا كسي كشر حشزوري للدستايا او تعليقاتي كمحمد محمد الدين ابو الحميدي بسراويه هم تركيبه كان دين لداني كان دا وام لبيله دا فرم اما اجازه هينا لبقيه دا يترش تكشتي زور زور ضعيف ولاوازه جمع مركب وبويش ام اصلا اشاري فينا كده بس فلا يقال هندونا لانتفاء التذكيري اتونات واني بلاي هندونا بوشنك اما مذكرنيه ولا رجلنا نشتوني ولا رجلنا بو لانتفاء العلمة تشونك علمنية ولا أعوجون في أعوج وهو علم فرس لانتفاء العالمية لا أعوجون نشتوني ولا أعوجون بوا وبن جمعي وكي بو كجمعي أعوج بي تشونك لواقدة أما علم هيا بلا علم فرس دي بو تشونك عالم بني تدانية غير عالمة
أمجا وإن كان صفة أجا أو اسم قصتي أو هي بو اسم جمع بوا أو بنم بوي أنجام بدري بوي صورة بجريت أجا صفة بو أو اس أو كلمة أو لفظة كوا أو عفو أوا أو لفظة كوا قصتي أو هي بم واو نون جمع بكرته يعني بم جمع مصححة جمع بكرته أجا أو لفظة صفة بو فشرته أن يكون مذكرا عالما فقد أون دي فرموه شرطكي أوي كدبي مذكر بيو أو يدبي سبي عالم بيو فازل مذكر كيدا ولا عالم بونا كدا هم اسم هم وصفكة موافق يعني أو دو شرطانا شرطي مشترك بلان لبقية شروطا بناو اكتيا ليك دبترينو ليك جاد بناوان أما أوي كما وتو مختصر أوي كدبي أمش تيتانيسي تيدانا بيت چونك أغا تيتانيسي تابو بو جمع جمعنا كده توا ودبي لبابي أفعل فعلاء أنا بيت شاول لي وكو أحمر حمراء شونك أو ب ب ب ب جمع بمواون ونجمع ناكلة توانة أكثر من بقى الفو بتجمع ذكرة توا وأجا صفات بباسم لبابي فعلا أنا فعلا أنا بيت أفعل فعلاء منزول أو أفعليا كمؤنث كي بألف ممدودة بيت فعلاء أحمر مؤنث كي حمراء يا أجر صفات بو نابي مؤنث كيف على بدوك فعلان فعلا تقولي سكران سكراوت نالي سكرانونا دلي سكراوت بواو بتيز بألف بتي عفوا جمع ذكرته ودليل كشي تيا من له هداية ده شرح مكردوه بأوهم أمشتان اللي ردان اللي نواني هر لهداية أو درس ودوزن ك وأظنم لخوار توابع مبنية ويا هندق مطالب خاتمية كبو بشي أول كاسم وأظانم بخدوايتي يقم الله أعلم لو خاتمة دا أو بحثانها كبحثي أو جمع كلا والدليل يقيم لو يدع ذكر كدوا ودواء وش ودبي لو نجن بكوا مذكر من نسي تدا مصابية وكما سموكو صبور وجريح وانا كمذكر من نسي انتيا مصابية وأمزا أقا الصفات جبودة بس صفتك باتيشي بي ونبي بلان لو أنا نبي كوا خاصي مؤنث به مثلا كو حائض يسبي تي وصفيشة بلان شونك بلفز مذكرة عابزه شونك لفز فاعل بلان نا شونك او وصفة كوصفي حي دارا حيزبونا خاصي مؤنثة او كلمة بمواغبنونة يا جماعة ناكلة توا اتر بعصم تفصيلاتي كهرماوة بلان بو ام مختصري هروان دا بكارده ككل قواعدك بلين إت التفصيلات ذات ريش أو إيوا وكو ويا لس صفر يقدر دنيشة غزاية كليا بارحال بيتير ناخو إت الآخرية دشيا بشتهاج كجبراني أو كم بودا دكاتوا أو كسانة كألت أو قواعد كم اللي رياكتوما تحداد كم أجا كسر أجا داري بيت هلي بقريت حفظي بكا بباريزي تطبيقي بكا كاري لسركا زور غرفتاري لنا حدا بو حل بيت تحداك شونك اوي بزروري مزاني بيت وبفيويست مزاني بيت لم باب لم كتابا يكتوما وبدليل اوش ام كتابا كتابك بأرزشا او تعليقات او توضيحات او شرح بسطيا هلا قريه بأرزشترين كتابا للاي من زوزر كتابك بأرزشا خواي قولا توفيقي بدا ما مولاتم بوايا كمان مفصل الأول وتأخر بقتايا علمي نحو ولا مفصل لا علمي عربي ولا مفصل لا يا كواقع نشتيك فوق العادة تايبتي خوزق أخوة أو فرستي ببدا مايا جا كاكي برا أو شرائتايك بون أو شرائتايك بون كبو هم اسم هم بو صفة أقل بمان هبي بجمع مصاحح جمع مكينواني أم شرائتانا بيويز بون كوا لخزمتنا عزم كردن بس فلا يقال مسلمون في مسلمتين مسلمتنا تواني بلي مسلمون جمع كيتي بول انتفاء الذكوريتي چونك مذكرنا بس دابي بلي مسلم مسلمون ولا كميتون في كميتين لانتفاء العالميتي كميت زاهدا بأسبك دا قلت لي لانتفاء العالميتي نك عالميتنا لانتفاء العالميتي چونك ناتوم لكم ايتون ابو چونك زي العقلنيه زي العلمنيه غير زي العلم بل. قال او الف وتاء في المؤنث او اتيت وبو بحثي صدوما
كفرمي المجموع على ضربين بلى مصحح وهما لحقت آوى مصححة ايش كوا دوبشة يشان مصححة مصححة كاش دوبشة بو مذكركي قربان واو يا بكار دهندري شاولي يا ألف تيل مؤنسة بكار دي هرب جمع مصحح او ايكي استتار بحث مان كرت لدرسي قوزاشتر دا ولم ابتدائي ام درس دا او جمع مصحح بو مذكر بلان جمع ايش كي مصحح من هي بو مؤنس يعني ايش هر وكو جمع مصحح حكا ساختاري واحدة كي تيقنشوا شكلي واحدة كي تيقناتي بلان لبل او ايكا مؤنسة بتشي جمع دكرتاني بألف وبتي جمع دكرتاني بواو بنون بوانا جمع ناكرتاني قال أفرمي زمخشري وأل أو ألف وتاء في المؤنس ومصحح يا جمع مصحح يا ألف تي بوبكار دهندريت يا بلين لا يعني آوايا لحما لحقت آخره تشاهلي عفو ما لحق آخره ألف أو تاء في المؤنس يا أويك الزميمي آخري كي ببيو لآخري أو اسم دا ألف كتيك بي لمؤنس دا وتكون مضمومة في الرفع ومكسورة في النسب والجر وعوا دفرمون إعرابي هري مشهور مشهوريان أويا كقربان لحالات رفع دا مضموم دبيت أو تي كآخري جمع مؤنس سالمة كدبيت مضموم دبي لرفع دا شاولي لحالتي رفع دا زمي رفع بزمي دبيت ومكسور دبي لحال دو حالتي نسب جردة او اعرابي هري هري مشهورة بلان كوفيا كان رأيان واني كوفيا كان بمطلقي دلين يعني بلين معتل بي معتل نبي لام فيلي حزب كلابي حزب نكلابي علين دروستا نسبشي بفتحة بيت دتواني بلاون بلي رأيت مسلماتا اكو اصل اسمي منصرفي مفرد چون عدلن بوجو اكو جمع مكسري مذكر چون دقيق جمع مكسر چون منصرف هر عدلن بلان هشام الضرير لكوفيا كان كشاگرد كسائيه و بي اي جوري او مدرسه دله درستا نصبي بفتحه به لا كلمه كا كلام في لكي حذف كلابت و كو مثلا دله او بحث ذكاء دله بيستوم العرب عن آوان قلت سمعت لغاتهم بجي لغاتهم يا دانجو رأيت بناتهم بجي بناتهم أو استل لغات بنات لا من فعل كان حذف و بلان بعيوز يوان هشتينات أو بنسبك تويتي درس سوي كرني بلان تويتي أجر لا من فعل كان لجمع قرايا أو تنسبي بكسر دبيت بس أكو مثلا هذا تودلي رأيت أخوات أها حالي أرزم دبي مثلا يا مثلا سنوات أخوات سنوات كولي ركان دا أرزي زناب الدكم تماشا دا كي محزوف يكيان هي لان فيلا كان حزف كلاوة بلان أخوات واو حزف كلاوة لان فيلا كي سنوات بس ما أخلي كي واو يا هي حزف كلاوة بلام لجمع كدا لام الفعل كمحزوفة دي توصيلي جيغاكي خوي طلع أقل لام فعل كقراية وجيغاكي خوي صحيحة كواتبت أو اختا بلين نسبي بتبت بكسر بيت أو تفصيلش لموردي أرابكي وهابو وكو مسلمات وهندات استي مسلمات أو بوصفة هندات أو بتيبو اسمه يعني هدو لاكي وكو يقوايا تشاو بشي كوصف بيه هاد او حاطي اعرابي دبي تشاو بشي كعلم بيه هاد حاطي اعرابي كي دبي اقول لما ذكر المصحح من الجمع المذكر اراد ان يذكره من الجمع المؤنس كاتيك مصنف بحثي مصححي كل جمع مذكر ويستي ذكري مصححك لجمع مؤنس فقال فرمي او الف وتاء او يفرمو أما طلبي المصنف يعني شيء أو أدبيت يعني أي المصحح اسم لحقت آخره عفو أي المصحح اسم لحقت آخره
ألف وتاء في جمع المؤنث، وتكون تلك التاء مضمومة في الرفع ومكسورة في النسب والجر كمسلمات في الصفة وهندات في الاسم. وتمصحح اسمك كزميمي آخرك كرابد ألف وتاء لجمع مؤنث ده، ودلي أو تاء مضموم بلحالتي رفع ده ومكسور بلحالتي تي ده نسب ده ولحالتي جر ده. وكو مسلمات أجب وصف بكاري بجرين هنداتي بوتي بو اسمك بكاري تجرين. وإنما كانت التاء مكسورة في النسب والجر لأن جمع المؤنث فرع لجمع المذكر. وبوش تاء مكسورة لنسب دا ولا جر دا دبلو دفر من جمع مؤنث ذاتا فرع جمع مذكرة دي. وقد عرفت أن النسب في الجمع المذكر محمول على الجر، وتوزانيت كنسبة لجمع مذكرة حملك لتسر جرة. بس فلو لم يحمل في الجمع المؤنثي للازم للفرع مزية على الأصل. بل فلو لم يحمل في الجمع المؤنثي دي أجل لصورتك حمل نكرة لجمع مؤنثي شاء حالتي نسبة حمل نكرة تسر جرة للازم للفرع بيويز لازم ده وبيش ده بفرع تي بيش ده أما بيش ده مزية على الأصل مزيتك بسر أصلك لا تيا ديتا بيشوا. بس هل لبر خاطري أوا دينين تدكين خلاص الكلام حالتي جر نسبي جمع مؤنثي سالمش حالتي نسبي جمع مؤنثي سالمش حمل لكين سر حالتي جركي هل وكو حالتي نسبي جمع مذكري سالم ما نحمل كده سر حالتي جركي لم أن سالم كجدا هل وكار دكين. أو وقتها مطلبك دمين لزميني جمع مؤنثي سالم ده لخزمتها أنا عرس كم ك يعني لباري إعرابي ده زميمي أم جمع مؤنثي سالمان كدوا أولاتو واسمي كشكوا هل جمع مؤنثي سالم ده بيبو بيتعلم مثلا تو أجر كسيقناوني بهندات فاولي إعرابي بيشنا وغزاري كيشونا دو أو شر أبو جورا إعرابي بيلا ديت أولاتو أولاتو وإسميكش كواب بيتعلم لزم مؤنسي سالم دقيقا هل أبو جورا إعرابي بيلا ديت ليرا دا أوي ك لازم وضروري بو بحث كلا بلان مطلبي شكا كما هو أويا لزوش وانا ضل جمع بألف وبتاء بوي تواوي اواني ك بألف وبتاء جمع نقلنا وبقلت وانا ليدا نقل بزمع بألف وبتاء هل كتي جمع مصحة او الدليل لك او ليدا باسي جمع لك ليدا باسي جمع لك على واقع لجا او جمع بألف وبتاء باسي مصحة حكيك واقعا هرواية شنك يما اللي باسي جمع كدلين جمع يشيك الأقسامي اسم بشي مصحح كيف حزك هذا إيه تتبعة الهد بوابين على أصل دبي بقول تري الجمع بألف وبتاء وكلها كتاب كان ابن هشام ده هرب وجوره هاتوا أم ما طلبش بخوينينو بقينا كوتاي بحسك أعطاك ناقاته كوتاي يعني كوتاي درسك منزوله. قال ومكسرون أود قرته بو درسي بيشتر كفرمي المجموع على الضربين مصحح جاوا دكري قتيك لتبعي دابلين مصحح بدل ببو الضربين ومكسرين جمع دو بشلة مصححة يا مكسر مصحح بو تعريفك وبحث مانك المكسريش بم تعريفك وإستيا بحثي أكين عرزي برادري خومكم ليرا كان داويك لازما استي دبهن دقصبكين لسري يجيان أفرمي بلا يجيشك لا أقسامي جمع تيا مكسر جمع مكسر وما يتكسر فيه بناء الواحد أويك
لواقع دا دشكيت شكسته دبيت لو جمع دا صيغة مفردة، يعني صيغة مفردة دوشاري تغيير دبي لسر حالة روالي عادي خوي نامنت وكو رجال وأفراس، رجال الرجل بو أفراس فرس بو. جدل ويعم ذوي ويعم ذوي العلم وغيرهم. أم جمع مكسرة دقيقا عامة هم بو ذوي العلم هم بو غير ذوي العلم. جاوم لشرح كذا توضيحاتك كيتان لو قعد ابو ددم كتوضيحاتك جالبه بلى افرميتي افرمي شارح هذا افرمي اقول لما بين الجمع المصحح شرع في المكسر كاتيك الزمخشري رحمه الله بحثي بلين جمع مصحح كير خلاصه كلام شروعك لبحثي جمع مكسر دعم كرته باش بس فقوله ومكسر أوك مصني أود فرمي فقوله ومكسر يا ومكسر أتوا على قوله مصحح كفرمي لما تنك يا ومصحح أو أتوا وصل شو بصر كفرمي مكسرين أتوا بصر مصحح كلا درسي بيشو تلا قترا أم عبارتي مصنف أو معناتي أي المجموع أو إما مصحح كما مر أو مكسر جمع يا مصحح وكجزرة يا مكسرة وهو الذي يتكسر أي يتغير فيه بناء الواحد أويك تغيير صيغة مفردة كي تلات رابط وكو رجال في رجل أفراس في فرس أفراس في فرس فإن بناء رجل وفرس قد تغير في الجمع زورت هكا شكل الرجل وفرس لجمع كذا تيا تغييري إخواتوا إما أم بحثان من بيشتري لا هداية دا كشرح من كردو وبحث من كردو واقعا ليو دا هنا وما نوى بصورة بزبط كلابي شهر هي لواقع دا جا بلا أوي كبيويز بي استي دبي هندي قصابكين لسر مكسر تشتوان مراجعة بيبكنو مكسر كدلين تغييرك حاصل دبي لمفردك أم تغييرة چند أنا صورتي هي أبد زور من خلاصي كي دلان يك أم تغييرة لسر صيغة مفردك وزيادة كي وكو الصين وبساط دلي الصينوان الفلون زيادة كي يا لمفردك داش حرفك هي زياتر لجمعك كم يكي وكو تخمة علي تخم تقول يعني لازم كذا أو تي إلى بيت أو دو يا زيادة كي للسر صيغة مفردة كي وزيادة كي يا لسر صيغة مفردة كي وكم يا كي أو دو يا تغيير شكل دديت بحركات وبسكنات وكو أسد كمفردة جمع كي بيت أست يعني حرف كان أصلا تغيير هذا بلان شكله كي أسد أست أو سي يا حرف زيادة كيتو تغيير الشكل جددي وكو رجل الرجال رجل تغيير الشكل دا حركاتك كتم قورين ألف كش زيادة كيلو تندا أو تشوار بينش يا نقص دكي لسر مفردة كي واللي نقص دكيتو تغيير الشكل جددي تعالي وكو رسول جمع كده تسير الرسول لا رسول دا واو هي أو حصف ذكر وأنجا تغيير شكل كشدة حركتي حرف كانت قريبة أو بينش شاش يا شون زمان مكسر نقصي بنقصة بزيادة بونيشة بتغيير شكل شا جالبوك غلام غلمان جاري أجا نقص بين كاكي من لغلام دا لدوا لامك وألفك زائدة لغلمان دا عزيز جناب الدكم لدواء لغلام ده لدواء لامك و ألفك يبالان لغلمان ده دواء لامك و الفتحة حذف كله أو نقصك ليت كم كدوا زيادة لغلام ده غلام يبالان ليرة ده لزمكي ده عزيز بريخونكم لدواء ميمك و ألف نونك زيادة كدوا سي تغيير شكلش هر أوك غلام حركتكي لغل غلمان واقعا فرقين هي جا أم جا جاري وأم تغييرة ظاهري ده بيت يا تقديري دبيت وكو مثلا فلك
لسوزني أست مفردكشي جا مفردكي فلكة بلا علماء دلن إي مفردكي لسوزني قفلة بلا إي زمكي لسوزني جا أستا يعني أو تغيير لتقدير دا إعمال ذكره ولا قرآن فلك من هي هاتو ها بو فلك تدا القرآن دا لدوشوين إذا تياتي كفلك كيان مفردة با توجبه كوصفك لدعوة دي ونجيناه ومن معه في الفلك في الفلك المشحون لصوري شعراء دا يعني نوح بو أو إلا قليبو نزات من دان لكشتيك دا كشتيك تبو مشحون بو أهان صفتي كي بو ذكر كلا وكصفتك تبو مفردة مشحوني اسم فلا ولا دوسي شويني كي قرآن دا هاتوا وترى الفلك مواخر مواخر فلك ليردا كعرزي زناب دا كم وصفي كي بو ذكر ذكري كمواخر دي مواخر جمعة بس معناه جمع فلك ليردا لسر وزني أستا أو أولان لسر وزني شا قفلة أو بعام هندك سر وشكل صورتي جمع مكسر الدواء أوانا مصنف دفرمي ويعم جمع المكسر ذوي العلم وغير ذوي العلم جمع مكسر وكو جمع مصحح نيا دلن جمع مصحح مذكر فقط خاص ذوي العلم دلنا جمع مكسر بو ذوي العلم دبي بو غير ذوي العلم دبي وبو يجدو مثالي هنا يوا رجال أفراس جالي ردا دليل خيتيا دقتك زور دليل يكي جالبة سعد الله بردعي كشرحي كي هي لسر متني أنموذج نقل سر أم شرحي أردبيلي نهل لسر أنموذج إتي سعد الله بردعي من زور قراوم زانم إيت شو وقتيك بو وشو وقتيك نبو وقت نحشتك ملي حالينا بو آية زور قديمية شو زانم نازانم تي ناقل ميكايا لواقع دا كتابك هي جالبة حدائق الدقائق في شرح رسالة علامة الحقائق شرح أنموذجة شرح متنكيتي شرح جالبة بلان زور آسان جنية صاد الله بردعي دفرمي لبر أوا أرزي زناب الدكم كجمع بواو خاص زوي العلم بو وكو خيرمان لبر قوري سالم بوني صيغي مفردكي بو ولبر قوري مذكر بو تاولي أوا كيسي خيرمان لأنه أشرف الجموع لصحة بناء الواحد فيه وزو العلم أشرف من غيره تاوليتي بس أوك الجمع بوا بياء خاص بوزو العلم ولبر أو بهم سالم بني مفردك شرفك وهم مذكر بنك بخي شرفك بو بلام دليل لجمع مكسر دا شرف بو أولكنية يعني تي بو أولك مزو بو سلامت يعني جمع مكسر بقراري قطعي صيغه مفردكي سالمنا ما وتو بس او شرف الى دستها بناي واحده كصيغه مفردكي سالمنا ما وتو بس او شرف الى دستها او امتياز الى دستها امجا شرف يدوم كمذكر به جاري و دبيت جاري و نبيت بس ايتر بنا رسل ده فرمه هيج رغه يغني ودليل يغني به كوا جمع مكسر اختصاص بدري بعض ذوي العلم و بلكو بيويستا هم بو زوي العلم بي هم بو غير زوي العلم بي اتر مطلبه كي زور جوان وريكو بيك خواه توفيقي همو لا يقداو ك ان شاء الله بتوانين اوي باشا خواهي قولا توفيق من دا بو كسبي تشاكو وخواهي قولا اوي تشاكو اوي باشا بو من بينتا وخواهي قولا لمزانا قولا انا خوش ببيت پروردگارا رحم و بزید پیان داده تا و که و هم زحمتان بو امدی نشش و توفیقش به امداد که وارنجان زاین کن و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابی اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته